ملاك منصورة، خريجة جامعة أبوظبي، هندسة مدنية من 2016 أعتقد، يمكن أبو 8 سنين. وخلال دراستي بالجامعة أنشأنا نادي اسمه نادي إحسان، كان الأعمال تطوعية. بصراحة من بداية نادي إحسان كانت بداية حياتي، بداية شخصيتي كلها، ساعدني أبني شخصيتي، أتعلم leadership skills، أتعامل مع الناس، كل أشياء يعني كتير كتير أولي شخصيتي، وفرجان الدنيا حقيقتها صراحة. كنا نعمل أشياء تطوعية ونعمل marketing campaigns وهاي الأشياء. من الماركتينج كامبينز هاي اكتشفت ان انا اعشق الفيلم ميكينج واعشق كتابه السيناريو وهذا العالم كله. وكنا دائما نعمل كولابوريشن مع النوادي الاخرى، فمثلا كنا نادي احسان يتعاون مع الفيديو جرافيك كلاب والفوتوغرافي كلاب عشان نعمل هاي الماركتينج كامبينز، which was amazing. يعني فكره انه احنا نتعاون مع بعض، نكبر مع بعض، نتعرف على بعض، وكل هذول الناس لهلا بعضهم اصحابي ولهلا بنتعامل مع بعض، ويعني كانت علاقات جدا جميله ورائعه. بعدين على مدار المسيره المهنيه صار كل واحد يكبر ويتطور، وتفرقنا شوي، بس كل واحد عمل أشياء جداً كتير حلوة صراحة. كلهم هدول أصدقاء أنا كتير فخورة فيهم، لهلا بعدنا متواصل والحمد لله. الله يسر، حالياً صار عندي شركة الخاصة اسمها مشكة. مشكة هي بيت للسكريبتات، بيت لصناعة الحكايات والقصص. كطالبة بجامعة أبوظبي كتير ساعدتنا الجامعة ودعمتنا، سبيشلي بأيام إحسان لما فتحنا النادي كان دعم الجامعة شيء غير يعني غير متوقع صراحة. عطونا كل شيء محتاجينه، كنا نحط بمواقف انه احنا الممثلين لجامعة أبوظبي، وكنا حاسين بالفخر بهذا الشيء من كثر الدعم اللي عطونا اياه. هذا الشيء كثير نماني بالشخصية، كثير دعمنا، كثير ساعدنا انه نحلم اكثر، نآمن بحالنا أكثر. وسبحان الله بآخر سنة، سنة التخرج تاعيتي، تواصلوا معنا برنامج خواطر وطلبوا يصوروا معنا حلقة مع فعالية إحنا عاملينها. فالحمد لله هي كانت نعمة إنه أول شيء هاي المؤسسات دعمتنا والجامعة دعمتنا وآمنت فينا لأقصى الحدود إنه إحنا نعمل هاي الأشياء. ما كانوا يسألونا إنه مثلا يقولوا لنا لا هذا صعب ولا شيء، كان دائما دائما دعم لأقصى الحدود. يعني في أشخاص رائعين الله يذكرهم بالخير، بتذكرهم بالاسم، فعلا كانوا كلهم يدعمونا بهالأمور. صراحة كثير بفتقد أيام الجامعة، وكثير اشتقت لأيام نكون مع الأصحاب والنادي ونعمل كل هالأشياء. كثير كانت أيام حلوة وفعلا أثرت فيني وغيرتني، وبحس كل واحد عنده هاي الفرصة بالجامعة، فرصة يغير، فرصة يتحسن. يعني ممكن نقول للطلاب always seize the opportunities، دائما في فرص موجودة، ما تخجلوا، اطلبوا، اسألوا، عشان ما شاء الله الجامعة بتدعم كتير، وفي كتير ناس بيأمنوا فيكم بضمن هاي الجدران. إذا الواحد فعلا سأل وطلب، I think بيجيهم الدعم أكثر من اللي يتخيلوا أصلا، وبيقدروا يحققوا أحلامهم من خلال هاي الطرق. أبوظبي University 20 years of shaping the future.